السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في افضل حال. وانت بتشوف الفيديو النهارده كده ان شاء الله هعمل معاكم احلى واطعم والذ عجينه بيتزا عملتها في حياتي، من غير لا زيت ولا بيض ولا خل ولا لبن ولا زبادي ولا ملح ولا بيكنج باودر ولا لبن باودر ولا زبده ولا اي كلام من الكلام ده خالص. حشوه كده جميله ومميزه ان شاء الله كده تجربوها وتعجبكم كتير. يلا كده نسمي الله ونشوف المكونات بتاعت العجينه والحشوه الجميله الخفيفه البسيطه بتاعتنا، ان شاء الله كده تعجبك. المكونات دي تعمل معاكي بيتزاية كبيره، او ممكن تقسمي المقدار وتعملي بيتزاية حجم وسط براحتك خالص. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، عندي معلقه صغيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره او باكو خميره زي ده كده اهو، عندي من 6 معالق ل7 معالق كبار من المايونيز، وده طبعا اللي هيخليني استغنى عن البيض وعن الخل وعن الملح وعن كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها. عندي هنا كمان ميه دافيه للعجن، ودي كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، ودي الكوبايه اللي انا معايره بيها الدقيق. بس دي كده مكونات العجينه نفسها. يلا مع بعض نجهزها. في بوله كده هنزل بالسكر، هنزل كمان بالخميره، هنزل كده بشويه من الميه الدافيه، ونقلب الكلام ده كويس لحد ما السكر يدوب والخميره تدوب معايا، وهسيبهم على جنب كده شويه يتفاعلوا كده مع بعض. الخميره تفاعلت وبقت بالشكل ده كده اهو، عملت معايا كده فقاقيع، تعرفي ان هي كده شغاله. هنزل كده بتقريبا كده 6 معالق ل8 معالق من المايونيز. انزل بقى كده بكميه الدقيق كلها، وانزل بالميه بتاعتي طبعا كده تدريجي، مش هنزل بالميه كلها مره واحده، ونقلب بقى كده بالمعلقه. دي كده قوام العجينه اهي معانا، خدت كل كميه الميه اللي انا كنت مجهزاها طبعا، اهي اخدتها وعجنتها كويس جدا لمده 8 دقائق اهو، لحد ما العجينه بقت لمت ويانا وبقت بالقوام ده كده وناعمه وجميله ازاي. بصوا شايفين القوام بتاعها، عايزه يكون العجينه بتاعتي تكون طريه وفيها تلزيقه كده بسيطه خلاص، عشان تطلع معاكي طريه مش ناشفه. بس هسيبها بقى لمده ساعه تخمر فيها كده، وبعد كده ارجع اقول لكم احنا هنعمل. نجهز كده مع بعض الحشوه. عندي هنا جمبري رشه كده من الكرفس، وعندي فص توم كده صغير مع قطع كده من الشطه الحمراء، فرمتهم كده مع يعني حاجه بسيطه كده من الملح. الجمبري ما بيحبش الملح كتير ولا بيحب التوم كتير، فخلوا بالكم من الخطوه دي. لو كميه الجمبري عندكم اكتر من كده هتزودي طبعا كل المكونات اللي قدامكم دي. عندي كده مكعب كده من الزبده، مكعب صغير، طبعا انتوا عارفين الزبده مع الجمبري طعم رهيب. ربع معلقه صغيره من كل البهارات اللي هقول لكم عليها دي، جنزبيل، فلفل اسمر، كركم، بابريكا، هي المطحون، زعتر، كمون، وكزبره. بصوا تتبيله كده خطيره للجمبري. في طاسه كده على النار هنزل بالزبده، مجرد ما تسيح معايا هنزل بالثوم اهو بالشكل ده كده، مجرد ما تشم ريحته هننزل بالجمبري. ننزل بقى بالجمبري كده على طول، نقلب بقى الكلام ده كويس. الجمبري ما بياخدش وقت في التسويه، بسرعه بتكون مستوي. مش عايزين طبعا الجمبري بتاعنا ينشف على النار، عايزين يكون فيه نسبه طراوه كده، فاهميني؟ يعني ما تنشفوش قوي. هنزل كده بالبهارات كلها كده على طول، انزل بالقرفس، مش عارفه بقى اقول لكم بقى ريحه، يعني حاجه خطيره. تقليتين كده بس كده على النار، يعني من اول ما حطينا الجمبري والتقليتين دول 5 دقايق بالظبط على النار يكون الجمبري استوى معاه. مش عايزه انشفه زي ما قلت لكم، لان لسه طبعا هيستوي معانا في البيتزا، بس يعني يستحسن ما تضيفيش الجمبري وهو لسه ني في البيتزا خالص. اوعي تجربي الحته دي، كميه زفاره رهيبه. جربي بس انت التتبيله دي والتشويحه دي كده على النار، يجنن.
جهزت الصينيه بتاعتي بالشكل ده كده اهو، شايفين العجينه بجد ما شاء الله تحفه. انا زودت كميه العجينه، عجنت من تاني وجديد كوبايه ونص من الدقيق، يعني نص المقدار بتاع العجينه بتاعتي خلاص. عشان طبعا اعمل الدوائر دي انا جالي حد، فحبيت ان انا اكبر الصينيه، وعملت الدوائر اللي انتوا شايفينها دي وحشيتها بالجبنه الموتزاريلا خلاص. اي نوع جبنه بقى انتوا حابين تحشوها احشوها براحتكم خالص. بقى كده نحشي البيتزا. عندي هنا الصلصه، ودي انا بجهزها وبفرزها في الفريزر، بطلعها وقت ايه لما احتاجها، بخزنها بالشكل ده كده اهو. عندي كده الجمبري جهزته معاكم طبعا. عندي هنا سلطه الزيتون، انت ممكن تستخدمي زيتون مخلي عادي مفيش فيها اي حاجه. سلطه الزيتون انا بحشي بها البيتزا عادي مفيش فيها اي حاجه خالص، مفيش عليها لا بصل ولا طماطم ولا كلام من ده. هي بس اللي هسيب لكم لينك الفيديو بتاعها تحت في صندوق الوصف شوفوها، سهله جدا. عندي طبعا ميكس جبنه رومي قديمه بتبقى تحفه في البيتزا، بتدي طعم حلو قوي، وجبنه موتزاريلا اللي اتبقت معايا يعني من الحشو الاطراف دي. وعندي طبعا فلفل الوان ده متفرز بطلعه من الفريزر على الوصفه بتاعتي كده على طول، يعني ما ينفعش يفك. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبتدي كده نحشي البيتزا كده بتاعتنا كده على طول. ضفنا كده الصلصه بالشكل ده كده اهو، اضيف كده جزء من الجبنه، وانزل بقى كده بالجمبري. جربوا بقى الجمبري بالتتبيله دي بجد جميل جدا جدا. اوعى حد يجربه يحطه وهو ني، بلاش الحته دي لان بصوا زفاره رهيبه، لكن جربوه بالتتبيله دي بجد جميل جدا جدا جدا. انزل كده بالزيتون، انت لو عندك زيتون مخلي عادي، لكن الزيتون اللي موجود عندي لسه يعني ما تخللش. هنزل بقى كده بالفلفل الالوان او اي فلفل، الفلفل الحار برضو مع الحشوه دي بيبقى جميل جدا جدا. هنزل بقى كميه حلوه كده ايه من الجبن على وش الكلام ده كده. اهو بالشكل ده كده. ده كده معلقه لبن بودر ومعلقه ميه ومعلقه عسل صغيره، عسل ابيض اهو بالشكل ده كده. طبعا لو انتوا عندكم نسكافيه ممكن تضيفوا كمان نسكافيه على الكلام ده، ممكن تدهني بيض او صفار بيضه زي ما تحبوا. يعني البيتزا بتاعتي جاهزه بالشكل ده كده اهو، شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ويفتح النفس. سبتها كده 5 دقائق في الصينيه ترتاح، وهدخلها بقى الفرن بتاعي. الفرن لازم يكون سخن، اي معجنات هتدخليها هتخبزيها لازم تدخليها في فرن سخن خلاص، عشان تطلع معاكي كده هشه كده وجميله. هدخلها بقى الفرن، ومجرد كده ما تاخد لون ذهبي كده من الاطراف تعرف ان البيتزا بتاعتك استوت وبقت تمام. هديها كده لون من على الوش وبس على كده، بعد ما تطلع ان شاء الله هوريها. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ ما شاء الله جميله جدا جدا بجد تحفه، عجينه جميله جدا جدا فيها قرمشه كده بسيطه. طبعا لو انتوا حابينها تكون طريه قوي غطوا الصينيه بعد ما تطلع من الفرن، بس طبعا عشان انا مستعجله فمش هستنى بقى ان هي ايه تطرى ولا كلام من ده. هقطع لكم كده منها قطعه. دي كده العجينه بتاعتنا بجد جميله قوي قوي، عايزاكم كده ايه تجربوها. بصوا شايفين حلو قوي قوي. طبعا انا حشيها من هنا جبنه موتزاريلا بالشكل ده كده اهو. جربوها يا جماعه، ولو عايزين العجينه نفسها تكون طريه غطوا الصينيه بعد ما تطلع من الفرن، داروا تغطوها بعد ما تطلع من الفرن لو انتوا حابين ان هي تكون طريه. شايفين جميله قوي قوي. سيبكم بقى في رعاية الله، مع السلامة.